وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. نرحب بك في نشرة الأخبار. بداية، ما أهمية الحصول على هذا الاستحقاق والتكريم في برنامج تقييم في نسخته الرابعة؟ مركز خدمة عملاء حماية المستهلك طبعا تم تدشينه في نهاية شهر يوليو من العام 2022. نعم. وخاض أول تجربة للتقييم في عام 2023 عبر برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 4. لله الحمد، حصل المركز خدمة عملاء حماية المستهلك على هذا التكريم من أول سنة شارك بها في التقييم واستحق الدرع الذهبي. وطبعا يرجع ذلك إلى أن أثناء إنشاء المركز تم الحرص من قبل الإدارة العليا بالوزارة وفريق العمل بإدارة حماية المستهلك أن يتم تدشين هذه المركز بهدف تطوير أداء الخدمة الحكومية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة إلى المستهلكين، من أجل طبعا تحقيق التطلعات المنشودة واللي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بما يخدم طبعا مصلحة الوطن والمواطن. إذن نتحدث عن خططكم المستقبلية من حيث تقديم الخدمات للمستهلكين. طبعا منذ بدء تدشين مركز خدمة عملاء حماية المستهلك تبنينا مجموعة من المبادرات والمشاريع، فمن أهمها الخدمات الملائمة لكبار السن، للمعاقين، للصم والبكم وذوي الهمم. وأيضا صاحب مبادرة أخرى هي لها علاقة بالتحدث بأكثر من لغة، والمقصد منها تغطية أكبر شريحة من المستهلكين. واليوم المركز أيضا يعمل على رفع معايير الخدمات اللي يقدمها من خلال توظيف أحدث التجارب والممارسات الناجحة في مجال خدمة العملاء، مثل التحول الإلكتروني، الخدمة عن بعد، واستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي. وأنتهز طبعا هذه الفرصة اليوم لشكر الحكومة الرشيدة على طرح هذه البرنامج المتميز، لأنه يعمل على خلق بيئة تنافسية وتحفيز للإبداع والابتكار في منظومة العمل الحكومي، اللي بدوره يساعد على رضا المواطن على اعتباره قلب التنمية ومحورها. نعم، إذا الأستاذ انتصار عبد العال، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.